سيدي نيافة الحبر الجليل، جزيل الحب والاحترام، العالم والعلامة نيافة الأنبا غريغوريوس، القلب الكبير المحب لجميع الناس ولكل أحد. كان بابك مفتوحا لكل كبير وصغير نطرقه، فتقبلنا ببشاشة وابتسامة ومحبتك الفياضة. كانت محبتك ليس لها حدود، تغمر بها الجميع مع بساطة قلب وتصديق لكل أحد. لا تعرف المكر ولا الدهاء، ما من أحد يذكر اسمك إلا ويذكر الطهارة والتدقيق والعلم الغزير والتقوى الكاملة والزهد في كل شيء. شهد عنك كثيرون من العظماء بأنك موسوعة بكل المعاني، وأنك من الأمثلة التي لا تتكرر. من أجل هذا يسر ابنك الشماس بولس ملاك والمرنمة فايزة نسان أن يقدمه مستحق الأكاليل. كرست حياتك للي فداك، اديت قلبك ليسوع مولاك، وبتتغذى بكلام الله وبتدرس وتدرس وصاياه. كرست حياتك للي فداك، اديت قلبك ليسوع مولاك، وبتتغذى بكلام الله وبتدرس وتدرس وصاياه. انت الهنا خلاك تقدر تكسب حب الناس بسهولة، انت بروح الله بتفسر وروحاني من الدرجة الاولى. انت الهنا خلاك تقدر تكسب حب الناس بسهولة، انت بروح الله بتفسر وروحاني من الدرجة الاولى. بيتي يا أبانا موسوعة، واهتميت بالبحث العلمي يلي الحكمة فيك مزروعة، صلي إلهي خفف حملي. وبيتي يا أبانا موسوعة، واهتميت بالبحث العلمي يلي الحكمة فيك مزروعة، صلي إلهي خفف حملي. جمال اسمك معناه ساهر، سهران بتصلي وتسبح، وفي كلمة ربنا بتذاكر تتأمل في كلامه وتفرح. يا جمال اسمك معناه ساهر، سهران بتصلي وتسبح.
للقديس المبارك الأنبا غريغوريوس الأسقف الجليل للثقافة القبطية كل تطويب وتكريم، فهو الكوكب اللامع الذي تألق طويلا في سماء الكنيسة التي أنجبته، وقد نما بين أحضانها القدسية وكبر حتى صار علما مرموقا بين أعلامها الخفاقة، وعاش عصره متميزا في علمه وأبحاثه المسيحية، مقدما للدراسات اللاهوتية زخائر ثمينة ستبقى شاهدة على عطائه الروحي ومكانته الرفيعة وشخصيته المثالية. والآن بعد أن أكمل رسالته السامية وانطلق إلى ملكوت السماوات ملبيا الدعوة الإلهية، سوف تترنم النفوس التقية بسيرة حياته النقية، وتلهج الألسنة فخورة بذكراه العطرة. شكرا من كل القلب نقدمه إلى السيد الرب الذي تفضل ونقل خادمه الأمين إلى الراحة الكاملة في فردوس النعيم، ليحيا خالدا بخلود الله، متوجا بإكليل من نور كسائر الآباء القديسين، ومهللا بالتسبيح مع مواكب المنتصرين القائمين في حضرة الملك المسيح. سلام للروح الطاهرة التي سمت وارتقت إلى مساكن الأبرار حيث المجد والبهاء. أما الكنيسة الجامعة رعاة ورعية وعلى رأسها قداسة البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية، فلها من مسيحها أب الرأفة وإله كل تعزية فيض النعمة والبركة والعزاء. نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل مطران أسيوط. عشت كراهب زاهد ناسك هادي صامت في ايدك ماسك كلام الفادي ليل ونهار، كنت في ايمانك جبار كلام الفادي ليل ونهار، كنت في ايمانك جبار. كنت كتير الصلوات يا ما عملت قداسات مع نسكي وأصوام وعبادة، وفي ألمك حسيت بسعادة مع نسكي وأصوام وعبادة، وفي مرضك حسيت بسعادة. كنت بتحب أولادك ويسوع من حب زادك، عشت حياة روحانية أيوة دي سيرتك سيرة نقية، عشت حياة روحانية أيوة دي سيرتك سيرة نقية. عشتي يا أنبا غريغوريوس حارس للتعليم وحارس.
يا أنبا غريغوريوس طوباك، عشت تملي الرب معاك. صلي عشاننا يسوع يقبلنا، يجي ويغير لنا أحوالنا. صلي عشاننا يسوع يقبلنا، يجي ويغير لنا أحوالنا. مثلث الرحمات، المتنيح الأنبا غريغوريوس، أب حنون، أستاذ كبير، عالم جليل، قديس عظيم، شخصية متكاملة يجمع ما بين العلم والبساطة والدراسة والقداسة في تقوى القديسين وبساطة العلماء، في مزيج عجيب لا ينفرد به إلا الأنبا غريغوريوس، وله رصيد هائل في قلب وعقل اللاهوتيين وكثير من مثقفي الشعب. ولفت نظري أن ابنتي مارلين وهي طفلة في المرحلة الابتدائية، وكانت دائمة الأحلام بوالدتها المنتقلة، حتى أنها أخبرتها بأشياء ستحدث وحدثت بالفعل. أذهلتني عندما سألتني عن من هو الأنبا غريغوريوس، فسألتها لماذا تسألي؟ فأجابتني: لم أرى والدتي منذ أسبوعين في أحلامي كما تعودتها. فعندما سألتها قالت والدتي: كنا مشغولين جدا باستعداد عظيم لاستقبال الأنبا غريغوريوس. هذا الكلام أذهلني، وسألت المتنيح الأستاذ مايز جورجي تلفونيا عن نيافة الأنبا غريغوريوس، فأجابني: صلي، لأنه يقولون إنه مات إكلينيكيا. ورغم من قناعتي بعدم المصداقية الكاملة للأحلام، إلا أنني تعجبت كيف تسألني طفلة عن شخص لا تعرفه ولا تسمع عنه وقد سمعت عنه شهادة عظيمة من العالم الآخر. ومن العجيب أن يتوافق هذا في نفس الوقت الذي كان نيافته في طريقه إلى الأمجاد. فماذا يعني هذا؟ فلا يسعني إلا أن أطلب من هذا القديس العظيم أن يصلي من أجلنا، من أجل الكنيسة والدولة والشعب، ومن أجل الإكليريكية. القمص في لبس إبراهيم، الأستاذ بالكلية الإكليريكية وراعي دير الشهيد العظيم الأمير تدرس الشطبي، السنقورية بني مزار.
كاشف الطريق ناس اي شيء ما فيش جوه قلبه غير المسيح دايس الصعاب دارس الكتاب كتابه المقدس ايمانه الصحيح كتابه المقدس ايمانه الصحيح اطلب من المسيح تدبر الحياة اطلب من المسيح تدبر الحياة عز علينا فراق هذا الرجل العظيم العالم العلامة والحبر الفهامة مثلث الرحمات الأنبا غريغوريوس أسقف عام الدراسات العليا والثقافة القبطية والبحث العلمي. كم كان حلوا كما قال داود النبي في رساء صديقه يونسان. كان الأنبا غريغوريوس حلوا في علمه الغزير حلوا في عقيدته الأرثوذكسية المستقيمة النقية حلوا في كتاباته الغزيرة العميقة حلوا في بساطته وطيبة قلبه حلوا في لقاءاته للكبير والصغير بالفرح والترحاب والمحبة وسعة الصدر والسماع لهم وإعطائهم من وقته وعلمه مهما كان مشغولا أو مرهقا حلوا في جلساته الروحية التي لا يسمح فيها بمسك سيرة الآخرين أو أي كلام عالمي بل يصر أن تكون الجلسة روحية ماء في الماء يديرها هو بما له من علم غزير وشمولية منقطعة النظير. قد تسأله سؤالا صغيرا فيجاوبه في محاضرة لمدة نصف ساعة أو أكثر ويصبح موضوعا متكاملا من كل نواحيه العلمية والدينية والتاريخية والصحية أيضا وغير ذلك. قال عنه مثلث الرحمات قداسة البابا كيرلس السادس في تقليد صيامته: وقد أثبت في تاريخ حياته أنه رجل يخاف الله مخافة صادقة غير غاشة ويحب كنيسة الله الأرثوذكسية محبة مخلصة أمينة ويغار عليها غيرة روحية إلهية ويبذل كل جهده ووقته في سبيلها بمحبة ثابتة حقيقية. قال عنه قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث: كان الأنبا غريغوريوس يتميز بالشمولية في العلم. في الواقع كان معلما قديرا يجيب على أي سؤال في أي علم من علوم الدين ببراعة وقوة ويشرح بآيات من الكتاب المقدس. وأضاف قداسته: الأنبا غريغوريوس على الرغم من علمه الكبير جدا كان إنسانا بسيطا يجمع بين البساطة في النفسية والعمق في العقلية. هنيئاً لك الفردوس مع حبيبك القديس أثناسيوس الرسولي وكل الأبرار والصديقين أيها الراهب الناسك العالم والمعلم.
واذكرنا يا أبانا في صلواتك أمام عرش النعمة، والذي أعانك يعيننا ويكمل جهادنا بسلام. آمين. الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء الشهير بالسريان. أكاليل المجد ويا كرامة الأسقف طوباوي وعلامة، أنبا غريغوريوس بنحبه نتعلم إلى روح أبينا المثلث طوبى والمكرم بين القديسين، نيافة الأنبا غريغوريوس الذي كان السراج المضيء الذي ابتهجت الأرض بشدة ضيائه زمانا ثم رحل عنا بعد رحلة مجد طويلة سجلتها الملائكة بأحرف من نور، وأخيرا انضم إلى موكب الغالبين ليضيء إلى الأبد في الملكوت المعد منذ إنشاء العالم. نقدم تعزيتنا القلبية لأنفسنا وللكنيسة كلها ولجميع شعب المسيح في كل أنحاء المسكونة ولكل أفراد الأسرة. الأم إيرينياسا رئيسة مجمع راهبات دير أبي سيفين بمصر القديمة. يلي وضعتك لينا مثال نتعلم هجيال وجيال، كنت مثال للراعي الصالح اللي ادانا وضعته مثال. يلي وضعتك لينا مثال نتعلم هجيال وجيال، كنت مثال للراعي الصالح اللي ادانا وضعته مثال. ده يسوع قال اتعلموا مني
يسوع قال اتعلموا مني كل وداع ونور وحياة، قلبي بسيط طيب حنان، حمل خفيف احمل ورعاه، والانبا غير غوريوس كان راعي امين زي اللي فادا. وداعتك لينا مثال نتعلم هجيال وجيال، كنت مثال للراعي الصالح اللي ادانا وداعته مثال. يلي وداعتك لينا مثال نتعلم هجيال وجيال، كنت مثال للراعي الصالح اللي ادانا وداعته مثال. سمع انبا غير غوريوس صوته وحمل حمله راح بامانه، وورث عنه طفل وداعته قلب بسيط بحنان روانة، وتشبه بمسحنا ببذله بعد نياحته كأنه معانا. سمع انبا غير غوريوس صوته وحمل حمله راح بأمانة، وورث عنه طفل ودعته قلب بسيط بحنان روانة، وتشبه بمسحنا ببذله بعد نياحته كأنه معانا. يلي وداعتك لينا مثال نتعلم هجيال وجيال، كنت مثال للراعي شاشة كله سلام، يرتاح اللي يشوفه أواه، يفرح قلبه وينسى متعبه وينسى حموله بدون كلام، ويساعد أي فقير يلجأ له زي ما سحنا في كرمه تمام. في وجهه بشاشة كله سلام، يرتاح اللي يشوفه أواه، يفرح قلبه وينسى متعبه وينسى حموله بدون كلام، ويساعد أي فقير يلجأ له زي ما سحنا في كرم وتمام. يلي وداعتك لينا مثال نتعلم هجيال وجيال، كنت مثال للراعي الصالح اللي ادانا وداعته مثال. يلي وداعتك لينا مثال نتعلم هجيال وجيال، كنت مثال للراعي الصالح اللي ادانا وداعته مثال. للمتنيح نيافة الأنبا غيرغوريوس مكانة متميزة في قلوبنا جميعا، فهو بلا شك الحبر الجليل والعالم النبيل والجوهرة الكنسية. إنه أستاذ الأجيال وأستاذي أنا شخصيا من خلال القسم المسائب الإكليريكية والكتب القيمة التي أصدرها في مختلف فروع المعرفة اللاهوتية والإنسانية والوطنية، كما كان لي ارتباط خاص بنيافته من خلال محاضرة ألقاها في عام 1958 حول حاجة الكنيسة إلى مكرسين، وكان وقتها دكتور وهيب عطلة، وكانت هذه المحاضرة سببا في أن أكرس حياتي لله والكنيسة. إن الأنبا غيرغوريوس أنموذج لنا في أمور كثيرة، وكما قال قداسة البابا شنودة الثالث إن نيافته كان شخصية يندر أن تتكرر. عزاؤنا لقداسة البابا رعينا الساهر عنا، ولأحبار المجمع والأباء الكهنة وكل امتلاء البيعة، فالأنبا غيرغوريوس هو ملك للكنيسة كلها، وعزاء لأسرته العزيزة في مصر والمهجر. الرب يعيننا كما أعانه. الأنبا موسى أسقف الشباب. عايش جوا قلوب الناس الأنبا غيرغوريوس، قلبه مليان بالإخلاص لإسم الرب القدوس. عايش جوا قلوب الناس الأنبا غيرغوريوس، قلبه مليان بالإخلاص لإسم الرب القدوس. غيرغوريوس كان عالم طاهر قدوس.
ده برغم ألامه كان حاسس بكل جريح أو تعبان، كان عارف الظروف ولامس احتياج كل إنسان. ده برغم ألامه كان حاسس بكل جريح أو تعبان، كان عارف الظروف ولامس احتياج كل إنسان. فاتح قلبه للناس والتعبان وياه يرتاح، يدي مشورة فيها إخلاص ليل الحزن يبقى صباح. كان فاتح قلبه للناس والتعبان وياه يرتاح، يدي مشورة فيها إخلاص ليل الحزن يبقى صباح. عاش حياته ناكر ذاته، عاش على الأرض غريب، دايما سهران في صلواته رب المجد يستجيب. عاش حياته ناكر ذاته، عاش على الأرض غريب، دايما سهران في صلواته رب المجد يستجيب. كان لي الحظ السعيد أن أتعرف على سيادة الأنبا غريغوريوس، أسقف البحث العلمي والدراسات القبطية شخصيا وعن طريق مؤلفاته العديدة. عرفته في السنوات الأخيرة من حياته الحافلة بالأعمال المجيدة في مناسبات قليلة، لا سيما في تأدية واجبات العزاء، وكان شيخا وقورا بشوشا هادئا لا تفارقه الابتسامة، يتكلم قليلا وكلمته الحكيمة تجذب إليه النفوس كنعمة تنبع من قلبه وتخرج من فيه كبلسم يشفي الجروح. وعرفته عن طريق مؤلفاته المتعددة الجوانب، كتابية ولاهوتية وطقسية وتاريخية في سير القديسين، كما واطلعت على مقالاته الأسبوعية الدسمة على صفحات جريدة وطني، وكنت تشعر وأنت تقرأ ما يكتبه أنه إنسان مثقف يدعم أقواله بآيات الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد وبالأدلة اللاهوتية التي يؤمن بها، ويعرف كذلك تماما طقوس كنيسته القبطية الأرثوذكسية المجيدة، ويرغب من قارئ مؤلفاته ومقالاته الالتزام بها وفهمها جيدا، كما أنه يجيد اللغة العربية الفصحى ولا يسمح بأخطاء التشكيل أثناء الصلوات الطقسية والقراءات التي تتلى، سواء من الكاهن أو الشماس أو حتى من أفراد الشعب،
ويسمح لنفسه بتصحيح هذه الأخطاء فورا. وفي الناحية المسكونية، فإن سيادة الأنبا غريغوريوس مع إيمانه العميق وتمسكه التام بمعتقدات كنيسته القبطية الأرثوذكسية وتقاليدها المجيدة، يحترم الرأي الآخر ويتحاور مع أبناء الكنائس الأخرى بهدوء وتقدير فائق لإيمانهم وتمسكهم بتعاليم كنائسهم، ويبرز بصدق وإخلاص ما فيها من إيجابيات تقرب أكثر مما تفرق. لقد فقدت الكنيسة الشقيقة الأرثوذكسية علما من أعلامها المرموقين، وإننا ندعو الله أن يعوضها بأمثاله لمجده الأعظم وازدهار الكنيسة. الكاردينال استفانوس الثاني، بطريرك الأقباط الكاثوليك. قاسى كتير أمرض واتحمل، في الأمراض كان بيتأمل، وعاش مع الرب وكمل وجايد جهاد القديسين. قاسى كتير أمرض واتحمل، في الأمراض كان بيتأمل، وعاش مع الرب وكمل وجاهد جهاد القديسين. تعب وكان في عز تعبه بيصلي تمل الرب، وكان دايما رافع قلبه زي كل السمائين. تعب وكان في عز تعبه بيصلي تمل الرب، كان دايما رافع قلبه زي كل السمائين. جاهد يا ملم وحروب، عمره ما كان ابدا مغلوب، رافع عينه على المصلوب اللي تملي له معين. جاهد يا ملم وحروب، عمره ما كان ابدا مغلوب، رافع عينه على المصلوب اللي تملي له معين. عانى كتير من الأتعاب ومهموش أبدا عذاب، شاف ربنا على السحاب كان من ضمن السهرانين. عانى كتير من الأتعاب ومهموش أبدا عذاب، شاف ربنا على السحاب كان من ضمن السهرانين. صاحب النيافة، الحبر الجليل جزيل الاحترام مثلث الرحمات الأنبا غريغوريوس، كان درسا ومدرسة، عالما ومعلم، عظيما ووديعا. تعلمت منه الكثير جدا، ومن ضمن ما تعلمته الاهتمام بكل أحد حتى بالأطفال الصغار.
ولي مع نيافته موقف لم ولن أنساه أبدا، وهو أنه في أولى زياراته لنا في كنيستنا في عام 1986 ميلادية، عندما ذهبت لمصاحبته من مقره بالأمبرويس إلى بلدتنا، وجدته مستعدا أتم استعداد في الميعاد المتفق عليه وهو 9 صباحا. وهذه عادة نيافته في احترام المواعيد والتدقيق في ذلك جيدا. وعندما أنزلنا احتياجاته للسفر ونزلنا السلم المرتفع جدا لأن المبنى من الطراز القديم المرتفع، كان من الصعب على نيافته صعود السلم مرة أخرى بسبب صحته، ولكن وفجأة وجدته بعد نزولنا من الدور الثالث إلى الدور الأرضي إذ به يصعد السلم مرة أخرى، فصعدت خلفه ودخلنا مكتبه، وفوجئت بنيافته يجمع بعض الحلوى في شنطة ويملأ بها جيوبه، فاندهشت جدا من ذلك وسألته عن السبب، فأجابني: إن هذا يا ابني لأجل الأطفال الذين سنقابلهم. وأعطاني نيافته درسا لمدة ساعة أثناء سفرنا عن تأثير ما يقدمه الأب الكاهن للطفل. هذا قليل من كثير مما تعلمته من نيافته. نرجو صلواته لأجلنا وليذكرنا دائما أمام عرش النعمة. القمص مآر جابر أبو جلبان بني مزار المنيا. عجيب الرب إلهنا في حبه، أيوة حقيقي مسحنا عجيب، إدك نعمة وشفافية عالية، خلك من قلبه قريب، خلك من قلبه قريب. ياللي حياتك نور وضياء ومثال في البذل والعطاء، عشان ضعفي نفسي وإلهي ثبت إيماني، صلي لأجلي وسطي يأسي وفدياتي وأحزاني، صلي عشان ضعفي نفسي وإلهي ثبت إيماني، صلي لأجلي وسطي يأسي وفدياتي وأحزاني.
أبي الحبيب الأنبا غريغوريوس، من قلب مفعم بالحب إلى أب يحمل في صفاته كل معاني الأبوة. قد لا يكون لي كلمات أقولها، ولكن لي مشاعر وأحاسيس تملأ وجداني، أسطر بها أغلى وأحلى معاني الحب والحرمان من شخصكم المبارك الحنون، والاشتياق إلى جلساتكم الطويلة وسماع صوتكم الشجي بنبرات متميزة بكلمات من فمكم الطاهر تخترق ضلوعي وتصل إلى الوجدان بأقصر طريق. ليس لي يا أبي الحبيب إلا أن أطلب صلواتكم وشفاعتكم عني، وأنتم مكللين بثياب البر والانتصار، تقفون أمام الديان العادل تشفعون فيا. صلي عني وأنا لن أنساكم، ستظل صورتكم أمامي وفي قلبي، وسأظل أفتقدكم إلى أن ألقاكم. ابنتك سهير فهيم شنودة. أنبا غريغوريوس يا حبيبنا، يا معلم أمين في كنيستنا، يا سهران دايما على تعليمنا. مولود بالحب باسم وهيب، سيرتك نقية قرورة طيب، كان قوي في حبه للحبيب. أنبا غريغوريوس يا طاهر، عملك كله دايما ظاهر، ولسانه كان كاتب ماهر. أنبا غريغوريوس يا مختار، بابا كيرلوس رسمك بوقار لأنه شافك راهب وبار. أنبا غريغوريوس يا منارة، يا صاحب النعمة المختارة، أنت قدوة في الطهارة. أنبا غريغوريوس يا دكتور، في أرجاء العالم أنت مشهور، وبدم يسوع صرت مبرور. أنبا غريغوريوس يا فاهم، في فروع علم الله تعالم، وعلى المذبح موجود دائم. أنبا غريغوريوس يا حبيب، أنت دايما قرار طيب، بحرارة الروح لك فعل لهيب. أنبا غريغوريوس يا وديع، أنت الآن في السماء شفيع، كنت دائما نعم المطيع. أنبا غريغوريوس يا عابد، في تواضع الروح دايما صامت، وفي البحوث متواجد. أنبا غريغوريوس يا ساهر، أذكرنا أمام عرش القادر، يعطينا مننا بعمله الباهر. أنبا غريغوريوس اذكرنا، قدام عرش يسوع إلهنا، يغفر خطايانا ويرحمنا. إليك يا أبي القديس الطاهر العملاق الأنبا غريغوريوس، يا من رأيناك عملاقا في كل شيء،
فيك رأينا الفضيلة بكمالها وجلالها، رأيناك كعباد الجبال المتوحدين في القرون الأولى الذين كساهم الله بهيبة سماوية وروح نارية إلى أبعد ما تكون هيبتهم. لم تكن سطحيا في تصرفاتك وأحوالك، بل كنت عميقا كل العمق، فتدخل إلى أعماق النفس وتملأها ثباتا وهيبة ورسوخا في الإيمان بالمسيح المخلص. أحسسنا فيك بالعمق في صلواتك، فكنت تمارسها بطريقة تعبدية تراعي فيها شركة مسيحك الذي أحبك وأحببته. وأنت رافع يديك كنت ترفع قلوبنا معك إلى أمجاد وأقداس، فكنت بالحقيقة ملاك الله بين الناس. كنت بعينين مفتوحتين ترى ما لا يراه غيرك من إعلانات روحية، فيشع من عينيك بريق أخاذ بالرهبة والحنو وإشعاع روحي يؤثر ناظريك إلى كثرة الاتضاع الروحي الحقيقي. سيدي، كلماتك الرنانة وصوتك الجهوري القوي الثابت كان منبرا للتثبيت والتأسيس، كان يعيدنا إلى هيبة أثناسيوس الذي أحببته، وماري مرقس الذي أجللته ومدحته. كنت وفيا لأقرانك، مخلصا لرفقائك، ودودا لأولادك. كلماتك وسهراتك وقدساتك جامعة مانعة، فيها العطاء وفيها السخاء وفيها تطلع العشرة إلى السماء. سيدي، أشعر بضآلة الكلمات وفقر العبارات، وأنت البليغ الفصيح رجل الفهم والمعرفة، فمن أنا حتى أرسيك أيها العظيم بين القديسين؟ ابنك وتلميذك القمص يؤنس كمال، الجيزة. أنت إنسان الله دائما طالب رضا وحده وليس سواه، يا مولود في أسوان يا رضع لبن الإيمان، وجهك دايما فرحان وبعد البكالوريا طلبت الأبدية بمعادلة إيمانية، حبيب جرجس فرحان بحضورك للمكان لتشهد للإيمان. تهلل أثناسيوس وأنت تقول أكسيوس، يا حبيب الرب يسوس. أثناسيوس فرحان بك تشهد للرب بارك، يا يسوع إلهك وفديك. متقدم في الدراسة عالم في اللاهوتية حاضر كل الأوقات، زعصيتك في الأقطار كنت رجل أصفر اسمك عالم مختار، يا عالم في اللاهوت متطلع للملكوت اسمك في السماء مثبوت، يا رجل المؤتمرات يا فاحص الدراسات قناعة بالإثبات. وهناك في برلين كنت شاهد أمين تقنع الغربيين، وفلسفة الكلمة مصحوبة بالنعمة أنت رجل الحكمة، يا صاحب وجه بشوش وبدم يسوع مرشوش كلامك غير مغشوش.
يا مليان بالبركات وأعزاب الكلمات، اذكرنا في كل الأوقات. بكر الأسرة دائما في شكل ملك للأسقف يدعاك، لتكن رجل البحوث صاحب الذهن المخصوص لأقوال الرب سوس. أسقف عمل الدراسات وعلوم اللاهوتيات، يعرف كل اللغات، مرجع كل العلوم وقاشع كل الغيوم ومصحح كل مفهوم. يا ناظر للسماء عند ظهور العذراء، تقصيت الحق ببهاء، أعلنت لنا البيان عن زيتون الإيمان، ظهرت كمان وكمان. بكر اللوس كان فرحان لما قرأت البيان، اسمك في كل مكان. في رابطة الدراسة وقف أمامك بثبات، لأنك رجل البركات، اختاروك بجدارة، عالم بمهارة، تتكلم بحرارة. قالوا عنك الرئيس في علم اللاهوت الحديث للوحدة والتثليث. للدكتورة منحوك وبالحب مدحوك، أنت حبيب أبوك. يا حجنا نفيسة في علوم الكنيسة، ليس لك دسيسة، يا جاهز في كل مكان بالرد والبيان، أنت جبل صنوان. بابك دايما مفتوح وعبير النعمة يفوح، والغامض صار مشروح، كان وجهك مليان نور، واسمك في السما مسطور، وتعليمك مشهور. يا عظيم بين الأحبار، أنت إناء مختار لتكميل المشوار. كنت صاحب رؤيا وإعلانات عليا وأفكار سامية، يا صاحب المراجع محتمل المواجع وإلى المسيح راجع. لم يحتمل الشيطان جهادك مع الزمن، فحربك بكل الإمكان. كنت أنت المنصور لأنك به مستور، يا رجل الحبور. ولما جاء الحين تترك وطن الآنين لتشارك القديسين، احتملت الأمراض في بعض الأعراض، لم تظهر اعتراض، طلبت من السما نجدة لكي تشارك مجده وتسافر إلى حضنه. رأيت أحباءك وشركاء صلواتك وفرحوا بدعواتك،
بأثناسيوس دفنوك، هذا طلبك من محبوك، طوبى لمن عرفوك. أنت في الأنبر وسراقد كمثل عريس، أنت طاهر قديس. اذكر كل الأوقات صاحب هذه الكلمات، طالب في السما صلوات. يا حبيب الرب يسوس نهتف لك أكسيوس، أكسيوس أكسيوس. يا انباغري غوريوس قريب مافين بك فوق بابلوس، قايت هيم بن شويسيسوس. تفسير اسمك في افواه كل المؤمنين، الكل يقولون يا إلهي باغري غوريوس أعنا أجمعين. أكسياتي عاجية مريتي با أرسينوس. أكسيوس أفا غير غوريوس بنشتي خني إبسكوبوس. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يعز علينا جميعا أن نودع هذا العالم الجليل والحبر العظيم من أحبار كنيستنا المقدسة نيافة الإمبراطور غوريوس. علاقتي بنيافة الإمبراطور غوريوس ترجع إلى أكثر من 60 سنة من الزمن. كان زميلا لأخي وشقيقي الأستاذ شوقي جيد اللي هو بقى أبونا بطرس جيد، وكان يزوره في منزله، وهما تخرجا تقريبا سنة 40 من الكلية الكليريكية. حياة أنبا غريغوريوس تتلخص في كلمتين: التكريس والعلم. التكريس والعلم. كرس حياته للكنيسة، التحق في الكلية الكليريكية في القسم النهاري بعد حصوله على البكالوريا، وكان الأول باستمرار في دراسته. وبعد أن تخرج في الكلية الكليريكية التحق بكلية الآداب قسم فلسفة، وكان ممتازا في علمه وتخرج بدرجة جيد جدا، ولكنه استمر أيضا يدرس في الإكليريكية. كانت الإكليريكية هي جزء من حياته، وكان العلم يشغل كل وقته. لهذا التكريس للخدمة وبهذا العلم كان باستمرار معتكفا في مسكنه يقابله الناس، وهو مشغول بين الكتب والكتابة. ثم ذهب إلى لندن في بعثة علمية في الفيلولوجي، يعني علم اللغة، وكانت الرسالة التي قدمها هي The Greek Words in the Coptic Usage، يعني الكلمات اليونانية في الاستعمال القبطي. فنبغ في اليونانية ونبغ في القبطية أيضا، وهو من الأصل كان نابغا في اللغة العربية ودقيقا جدا جدا في قواعد النحو والصرف كلمة كلمة. وبدأ التدريس في الكلية الإكليريكية ودرس مواد جديدة لم ينافس فيها أحدا،
فكان يدرس اللاهوت الأدبي وكان يدرس الفلسفة، وله مؤلف كبير في اللاهوت الأدبي وفي الضمير والمسؤولية الأدبية، وكتب عديدة في الوصايا العشر في العهد القديم ومفهومها في العهد الجديد، وله كتب في الفلسفة، الفلسفة بكل أنواعها، درس الفلسفة الغربية والفلسفة الشرقية والفلسفة اليهودية والفلسفة الوجودية والاشتراكية، وله كتب في كل هذا، مع فلاسفة مدرسة الإسكندرية أيضا مثل أثيناغورس وبانديموس، ومن فلاسفة الغرب مثل القديس أغسطينوس، وكان عاكفا على العلم. كان أنبا غريغوريوس يتميز بالشمولية في العلم. يعني إيه الشمولية؟ يعني في أساتذة الكلية الإكليريكية من هو مختص بالكتاب المقدس، من هو مختص بالعقيدة، من هو مختص بالقانون، بالطقس إلى آخره، ولكنه كان يشمل كل هذه العلوم معا. أتذكر حينما كنت أتولى تحرير مجلة مدارس الأحد، كان يحرر بابا اسمه بين المجلة والقراء، ويجيب على أي سؤال في أي علم من علوم الدين، ويجيب ببراعة وبقوة وبإطناب وبشرف وبآيات من الكتاب، وفي الواقع كان معلما قديرا. في نفس الوقت الذي درس فيه اللاهوت الأدبي ودرس الفلسفة، درس أيضا اللاهوت المقارن، وبخاصة اللاهوت المقارن القديم، وله كتب الأبيونية والأبولينارية والنسطورية وغيرها. وعشنا معا في كلية الإكليريكية زمنا طويلا نخدم العلم الكنسي معا، وكما قلت في مناسبة سابقة، عشنا زمانا طويلا متلازمين ومتزاملين، نقطف الورد معا ونجرح من الشوك معا. أنبا غريغوريوس رسم في رتبة أرشدياكون رئيس شمامسة، فوضع طقسا لهذه الدرجة الكنسية وملابس لها، وأطلق لحيته وبدأ يلبس ملابس من ملابس الإكليروس الخاصة برتبة رئيس الشمامسة، كرئيس طغمة من طغمات الإكليروس في الكنيسة. ثم بعد ذلك التحق بالدير ورسم راهبا سنة 62، ورجع ليكون وكيلا للكلية الإكليريكية، وأخذ درجة قسيس وأمص سنة 63، وأصبح اسمه القمص باخوم المحرقي، رخب في دير المحرق العامر، وكان وكيلا للكلية في الوقت الذي كنت أتولى فيه إدارة الكلية. وعشنا مع بعض هذا الزمان كله، تربط بيننا المبادئ والقيم والعلم الكنسي وخدمة الكنيسة بوكنا. وكان أنبا غريغوريوس عالما، إذا كتب يستفيض في الكتابة حتى لا تعرف كم من المعلومات يقول. هو كان كثير القراءة إلى حد بعيد، وكان عميق الدراسة إلى حد بعيد، يقرأ ويكتب ويعلم ويدرس ويدرس ويخدم خدماته الكنسية في النطاق الذي يستطيع. الأنبا غريغوريوس على الرغم من علمه الكبير جدا، كان إنسانا بسيطا يجمع
يجمع بين البساطة في النفسية والعمق في العقلية، الاثنين ممكن يجتمعوا مع بعض. وفي كثير من الأوقات كان إنسانا مرحا، مع أنه كان شديد جدا بالنسبة لمقابلة الأخطاء ومنتشر، لكن برضو في كثير من الأوقات كان روح المرح لا يفارق. ربنا ينيح نفسه، ما أقدرش أقول يعوض هذا الجيل عنه. ده مثل من الأمثلة التي لا تتكرر كثيرا في العلم الكبير. تصوروا إنسان بيقرأ ويدرس من أواخر الثلاثينات، لأنه تخرج سنة 40 من البكالوريوس، كان بيدرس قبل كده، وهذا المخزون الكبير في ذهنه كان يجعله من علماء هذا الجيل بالنسبة للكنيسة. نعزي فيه كل الذين نالوا من علمه ومعرفته سمعا وقراءة، ونعزي فيه كل محبيه وكل تلامذته وكل أفراد أسرته. وأشكر ابننا سعد فرانسيس، وأشكر ابننا منير عطية، وأشكركم جميعا على حضوركم وعلى مشاركتكم، وأشكر الذين حضروا من الكنائس الكاثوليكية، كنيسة الأنجليكانية البسقفية، وأشكر الأخ أحمد مصطفى اللي حضر معنا من أمن الدولة. ونرجو نياحا لنفس الأمبراطور غوريوس في فردوس النعيم. وأنت أيها الأخ المبارك، سر في طريقك إلى عالم الأحياء، الله يعيننا كما أنت.